السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقه للحديث عن الاضرار التي تسبب بها الاعصار الذي ضرب مدينه الغيضه في محافظه المهره، وماذا يمكن ان تقدمه الجهات الرسميه لانقاذ المتضررين. إذن تعرضت عشرات المنازل في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة للغرق نتيجة الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار لبان المداري. وأظهرت صور غرق عشرات المنازل في بلدة قذيفيوت بمديرية حصوين التي تعد أكثر المديريات المتضررة بالإعصار. وقالت مصادر محلية أن هناك مخاطر كبيرة على السكان جراء العاصفة المدارية، لافتين إلى غياب أي دور للمنظمات الدولية الإنسانية في المحافظة وأشحة الإمكانات الحكومية لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي التبعات والأضرار التي تسبب بها إعصار لبان في محافظة المهرة؟ وماذا يمكن أن تقدم الحكومة والمنظمات المحلية والدولية لإغاثة المتضررين هناك؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. عين الإعصار لبان على محافظة المهرة، وعيون كثيرة على إدارة حل الأزمة بأقل الأضرار على الأرواح والممتلكات. هبت رياح الإعصار حاملة معها أمطارا غزيرة نتج عنها تعرض عشرات المنازل في مدينة الغيضة للغرق، وتحديدا في بلدة قذيفوت في مديرية حصوين التي تعد أكثر المديريات المتضررة بالإعصار. الإعصار الذي يضرب السواحل الجنوبية والشرقية لليمن لا يزال يشكل وفق مصادر محلية مخاطر كبيرة على السكان، في ظل غياب شبه تام للمنظمات الدولية الإنسانية في المحافظة وشحة الإمكانات الحكومية لمواجهة مثل هذه التحديات. وللتخفيف من حدة الخسائر التي أنتجها الإعصار، أجلت السلطات في محافظة المهرة مئات الأسر من منازلها إثر تضررها نتيجة العاصفة المدارية لبان. وفي ذات السياق أنشأت السلطات المحلية غرفة الطوارئ قبل أيام وكونت فرق إنقاذ وزعتها على مديريات سيحوت والمسيلة وحات وحوف والغيضة. كذلك منعت الصيادين من الصيد حتى إشعار آخر، في حين عمدت فرق الإنقاذ إلى تنظيف مجاري السيول وتوعية المواطنين من مخاطر العاصفة. ورغم تعرض محافظة المهرة لأعاصير عديدة خلال السنوات القليلة الماضية وغرق مئات المنازل وانقطاع الخدمات، إلا أن التحرك الحكومي في هذا الملف يكاد يكون معدوما، إلا فيما اقتصر على التوعية بالمخاطر لا التعويض عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين. إذن نبدأ النقاش وينضم إلينا وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية سالم العبودي. سيد سالم مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد سالم، يعني هل لك أن تقيم لنا حجم الأضرار الناجمة عن الإعصار في محافظة المهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الأخوة في قناة بلقيس لتسليط الضوء على أضرار العاصفة المدارية التي أصابت سواحل محافظة المهرة، حيث تعرضت محافظة المهرة مساء أمس إلى موجة من الرياح الشديدة وأمطار متوسطة إلى الغزيرة ضربت شواطئ مديرية الغيضة ومديرية حصوين. هناك كثير من المنازل التغيير التي تم ذكرتها تعرضت للهدم، كذلك هناك أضرار في إطار البنية التحتية خاصة الكهرباء، حيث تم قطع تيار الكهرباء مساء أمس من حوالي الساعة 9 إلى يومنا هذا لا زال مقطوع عن الغيضة وحلوبي. الطرقات مديرية الغيضة التي عاصمة المحافظة الآن تكاد تكون معزولة عن بقية المديريات من الجهة الجنوبية وكذلك من الجهة الشرقية. نعم. كانت حالة وفاة في إطار مديرية الغيضة هذا اليوم أكثر المواطنين من محافظة الحديدة. الإصابات التي تم وصولها إلى المستشفيات سواء كانت انزلاق أو تعرض لأي أجسام تم انزلاق عبر الرياح أصابت بعض المواطنين. قامت السلطة المحلية مثل الشيخ راجح سعيد بار سعيد بتوفير الإمكانيات التي تشمل صحيحة بتوفير المواد الغذائية وكذلك الحاجات الهوائية الضرورية الظهورية للأسر التي تم إنزلاها أو توفيرها مع مراكز الإيواء في مديرية الغيضة ومديرية حصوين. إلى الآن لا زالت موقوعة عن مديرية الغيضة التي
فيها ايضا الكثير من الاضرار. هذا بشكل موجز عن ما تعرف الناس الغيظه وقدر التزوير. نعم، لكن سيد سالم، اولا يعني تكرم بالبقاء معي، دعنا نشرك معنا في الحديث. سينضم الينا من محافظة المهرة أيضا سكرتير المحافظ عيسى القميري. سيد عيسى مساء الخير. مساء النور والسلام إن شاء الله. أهلا بك سيد عيسى، يعني أنت يعني من خلال المعلومات الواصلة لديك، يعني كيف تقيم الأضرار التي أحدثها إعصار لبان في محافظة المهرة حتى الآن؟ الأضرار الناتجة عن إعصار لبان قبل بضع أو ساعتين من الآن تم إنجاز أحد المواطنين وآخر المفقود للآن في سيل جارف على المدخل الشرقي لمدينة القيظة، وإجلاء مئات الأسر إلى مراكز الأيواء من المناطق المتضررة، وجاري الأيواء والإيقاف مستمرة من قبل فريق الطوارئ بالمحافظة، وهناك أضرار جسيمة في تهدم المواطنين من شبكة الكهرباء والطرقات كلها، وخرج الإذاعة المحلية عن العمل منذ صباح اليوم بسبب سقوط شبكة الأرشاف. هناك أضرار كبيرة رغم كل ما ذكرت آنفا، إلا أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ الشيخ راجح سعيد علي باتريس يبذل جهود جبارة في الإيواء والإيقاف وشق الطرقات، وأيضا وجه المحافظ قبل ساعة أو ساعتين من الآن بتعليق الدوام الرسمي في المحافظة بناء شعار ناثر. نعم، يعني تأثيرات الإعصار حتى اللحظة لم تنتهي في محافظة المهرة. الآن وأنا أحدثك الأمطار على مدينة القيظة، الأمطار قذرة مصحوبة برياح مويه بين الفينة والأخرى. نعم، إذن ابقى معي، سأعود لضيفي الآخر سيد سالم العبودي. يعني سيد سالم، يعني هل توجد يعني أضرار بشرية، يعني هناك مصابين أو قتلى، يعني أو ناس توفوا بسبب هذا الإعصار؟ نعم، سجلت اليوم حالة الوفاة واحدة في شقار مديرية الغيظة كما ذكرت سابقا، مواطن من مديرية من محافظة الحديدة، إضافة إلى تهدم المنازل في منطقة العبري وهي من الجهة الشرقية أدى إلى إصابة ثلاثة، وحاولنا الوصول إليهم إلا أن هناك سيل يقطع عاصمة مركز المحافظة هذه المنطقة، وهم الآن لا زالوا الحالة تقريبا في لديهم قصور، لكن صعب الوصول إليهم لأن الأمطار لا زالت مستمرة، وهناك تنبأت وجود سيل آخر قادم للوادي. حقيقة نحن نؤكد على مناسبة الشيخ راجح سعيد باكريت جميع المنظمات الدولية والأخوة الأشقاء في التحالف بمد العون للسلطة المحلية. نحن إمكانياتنا كسلطة محلية تكاد تكون محدودة، سواء كانت أيضا حتى في المعدات الثقيلة لفتح الطرقات أو تخريب ما تم تخريبا بسبب الأمطار والسيول. الإمكانيات محدودة، لكن إذا نحن بقدر ما هو موجود من الإمكانيات نحاول نستغلها بقدر الإمكان. هناك تجهيزات تمت من سابق من قبل لجنة الطوارئ من خلال إنشاء شبكة اتصالات وتواصل غرف عمليات في طار كل المديريات، تقارير توصل أول بأول النازحين أو اللي تم إجلاهم، الآن وصلوا فوق 700 شخص إلى المدارس، نعاني بسبب قلة التغذية، توفير لهم التغذية، توفير لهم متطلبات الإيواء من بطانيات وفرشان، الرياح الشديدة على الناس، وأغلب هذه التي تم إيواهم هم من الأطفال ومن النساء وكبار السن. هنا نناشد. لكن سيد سالم، بالنسبة للاستعدادات السابقة، يعني يفترض أن يعني أو يفترض بالسلطة المحلية أن يكون لها استعدادات سابقة من خلال التوقعات لحدوث هذا الإعصار،
بالتالي يعني الخروج بأقل الخسائر إذا ما وصل الإعصار إلى المدينة. يعني على سبيل المثال الإخوة في محافظة حضرموت السلطة المحلية يعني نتابع من أمس هناك استعدادات يعني قوية لمواجهة أي احتمال الإعصار، والإعصار يعني جاء بعيد وحدث في محافظة المهرة وفي الغيضة تحديدا. يعني هل هناك كانت يعني استعدادات مسبقة من قبل السلطة المحلية للخروج بأقل الأضرار؟ هذا لولا الاستعدادات التي قامت بها السلطة المحلية كان نحن اليوم هناك في أضرار كبيرة خاصة في الجانب البشري. الأودية تم فتحها من جاري السيول، الحمد لله يعني السيول فتحت المنازل السيول، لكن أقول لك السيول هذه التي صابت المحافظة والأقطار، يعني نحن يمكن 20 أو 30 سنة لم نعهد مثل هذه الأمطار التي تضرب مدينة الغيضة. أغلب المباني التي تم إنشائها الآن من خلال 25 سنة أو 26 أو 30 سنة كان ما فيش أمطار في هذه الوديان، الآن هذه الوديان سالك بسبب كثرة المياه. سجلة الرصاد اليوم توقعات وصول من سوق مياه الأمطار إلى 143 ملي متر، الرياح من 35 إلى 45 عقدة. يعني هذا الشيء أول مرة يصيب العاصمة يعني فترة طويلة، الناس ما عهدت على هذا الشيء، لذلك أن أغلب الأماكن التي تم فيها المباني وهذه هي كانت سيول مجاري السيول في السابق، ولكن انتهت من قطاع السيول خلال الفترات السابقة تم إنشاء المباني فيها، وهذه أحد العوائق التي تعيق السلطة المحلية حاليا بسببها التي أدى إلى زيادة السيول وعدم وجود الهام خارج الأودية. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي، أذهب لضيفي الآخر محافظ أو سكرتير محافظة المهرة السيد عيسى القميري. يعني سيد عيسى، نستطيع القول أن المحافظة في هذه الأثناء يعني تجاوزت مرحلة الخطر من هذا الإعصار، أما ما زال الخطر الأكبر يعني قادم؟ والله هذه الأثناء هي ريح على الأمطار بين جنة إلى أخرى تتوقف من ربع ساعة إلى نص ساعة، متعود يعني أمطار قذرة وشدد الرياح، بإذن الله تتجنب ونسأل الله أن يتجنبها بأسرع وقت ممكن. نعم، طيب يعني سيد عيسى، بالنسبة لدور المنظمات الدولية والمنظمات الإغاثية سواء محلية أو دولية، يعني ما أو كيف تقيمون دورها في هذه الأزمة التي تعيشها المحافظة؟ طبعا المنظمات الدولية في محافظة المهرة نشوفها معدومة، وأقولها معدومة أساسا معدومة في محافظة المهرة، أما المنظمات المجتمع المدني من الفرق التطوعية والمنتديات الخيرية فهو عملها محدود، يعني محدود جدا من الكشافة والمنتديات التطوعية، وتم التنسيق مع هذه المنظمات من قبل السلطة المحلية وفريق الطوارئ بالمحافظة، ولكن عملها محدود وضيق جدا بمقارنة بما حدث اليوم في مدينة الغيطة وبعض المناطق الساحلية، يعني أمطار قذرة ورياح دوية إلى درجة كبيرة. عمل هذا الفرق لم يكن كبير مما فرق منتجات صغيرة ولا يوجد فيها أي إمكانيات. يعني في السلطة المحلية قبل يومين أو ثلاثة أيام تم تشكيل غرفة الطوارئ وتم النزول إلى المديريات للإطلاع على التجهيزات الاحترازية من هذه الحالة الإدارية، وبذلت جهد جبار في الاستعدادات، وهي الآن يعني الفريق الذي شكلته السلطة المحلية الطوارئ في مدينة القيضة في كافة المديريات الثانية شقالين، يعني رغم قلة الإمكانيات عندهم، ومنهم نجدها فرصة في دعوة المنظمات الدولية الإيقافية والأخوة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والجميع إلى إيقافة المهرة. المهرة حاليا خصوصا مدينة الغرب والمناطق الساحلية الموجودة. نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيلا سكرتير محافظ محافظة المهرة سيد عيسى القميري، شكرا جزيلا لك. أشرك معنا في الحديث، سينضم إلينا الآن الأمين العام المساعد في مجلس أبناء المهرة سيد حمد، أو عفوا
كما يبلغني الآن هو الصحفي حمزة حسان العميسي. سيد حسان مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد حسن. يعني كما أبلغت الآن أنك في مدينة الغيضة أو في قريب من مناطق الإعصار، يعني لو تصف لنا الوضع هناك. نعم أنا في مدينة الغيضة في وسط الإعصار، ولاحظ الآن أنا في الإعصار نفسه. الوضع الآن والله حرج لأنه الغالب الأمطار منذ أمس الساعة 10 إلى حد الآن أمطار متواصلة وأمطار شديدة وعاصفة ورياح شديدة، قلقت المحلات، هدمت المحلات وهدمت البيوت، كل المحلات مغلقة، حتى المطاعم مغلقة والبواب مغلقة. لا الناس الآن لا يجدون حتى الخبز، طابور على مستوى الخبز طابور من كثرة الأمطار وشدة الرياح. كل نعم. ساعة وكل لحظة يتهدم بيوت. هناك طريق الإنجاز وهناك الناس الذين يقومون بأعمالهم الخيرية، والله الناس طيبين ولكن لا يستطيعون التوصل من الحل المطلوب، لأنه في هناك أرياح شديدة جدا وأمطار مغازلة يعني متواصلة. نعم، لكن بالنسبة لمرحلة الخطر، يعني هل تجاوزتها المنطقة أم ما زال يعني شدة الإعصار تزداد بين لحظة وأخرى؟ شدة الإعصار لحد الآن تجاوز يعني 50% على يعني على حسب البناء المعماري، لأن كل البيوت دخل إليها الماء، إن لم يكن دخل من الباب دخل من الطاقة، لأن في هناك الرياح شديدة تأتي بالأمطار وتدخله من كل جوانب البيوت، وباستمرار الأمطار هكذا تؤدي إلى انهيار البيت وتعمل كوارث. نعم، بالنسبة لدور السلطة المحلية سيد يعني حسان، هل هناك حضور للسلطة المحلية وجهود في مسألة الإنقاذ والإجلاء للمواطنين؟ نعم هناك جهود كبيرة جدا وسيارات الإسعاف في كل الشوارع، نشكرهم على هذه التعامل وهذه المساعدة الناس، لأن فيه ناس مساكين لا يجدون أين ينامون ولا يجد. في ناس هانة كبير متجحلين بالسكان لا يجدون الشقق ولا الإيجارات، ولهذا فإن في نفس الوقت يعني صعب الحصول على ملجأ. نعم، بالنسبة للمنظمات سيد حسان، نعم سيد حسان، بالنسبة للمنظمات الإنسانية هل لها تواجد في هذه الأثناء لتقديم العون للمواطنين؟ نعم متواجدة في كل الشوارع في كل السيارات، سياراتهم المتخصصة للإنجاز والإسعافات بكل الشوارع ومتواجدين بكل لحظة وعن طريق الاتصال على طول في كل العالم بكل الشوارع. جميل، إذن أشكرك جزيلا حسان العميسي صحفي من محافظة المهرة، كنت معنا من مدينة أو مديرية الغيضة بالتحديد، أشكرك جزيلا. أعود لضيفي وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية سيد سالم العبودي. يعني سيد سالم لو تحدثنا عن يعني التنسيق، مدى التنسيق بين السلطة المحلية ومنظمات المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في محافظة المهرة. المنظمات الدولية في محافظة المهرة عندنا منظمات سواء اللقمة في التحالف في مركز الملك سلمان في إطار محافظة المهرة، ومن بداية تشكيل اللجنة تم التنسيق مع الأخوة في التحالف. نعم. وتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين السلطة المحلية والأخوة في التحالف، وحقيقة بإذن الله نحن نعول عليهم كثير، وكذلك أشدانا في سلطنة عمان الذين دائما نلقى منهم الدعم ويكونوا دائما السباقين. ونحن من هنا من خلال قناتكم قناة بلقيس نزيد ونؤكد على الأخوة في مركز الملك سلمان والأخوة في سلطنة عمان بمد يد العون للسلطة المحلية في محافظة المهرة بتوفير في
وهذا كله في بس نعم إذن نعتذر، هناك رداءة بالصوت يبدو أنها من المصدر وبسبب الأوضاع في محافظة المهرة. أشكرك بالعموم، أشكرك جزيلا يعني السيد سالم العبودي وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية، ونكتفي بهذا القدر ونأمل السلامة لجميع المواطنين في محافظة المهرة وأن تتجاوز المحافظة هذه المحنة. وفي الختام أشكر ضيوفي، كان معنا سكرتير محافظة المهرة السيد عيسى القميري، وأيضا الشكر لحسان العميسي الصحفي كان معنا من منطقة الإعصار في مديرية الغيضة، والشكر أيضا للسيد سالم العبودي وكيل المحافظة للشؤون الفنية. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل عبد الرقيب الأبارة، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.